بيبدأ الفيلم في عالم الوحوش المرعبة، وبنشوف مجموعة من الوحوش الصغيرين وهم في رحلة مدرسية، ومن ضمن الوحوش دي وحش صغير اسمه مارد، وبتطلب المدرسة من الأولاد إن كل اتنين يفضلوا مع بعض علشان ما يتوهوش، وفعلا كل واحد من الوحوش بيختار صديق ليه علشان يبقى شريكه في الرحلة، لكن ولا واحد منهم بيختار مارد لأنه ضعيف وصغير، وساعتها المدرسة بتطلب من مارد إن هو يكون شريكها في الرحلة علشان ملوش أي أصدقاء، وبيدخلوا جوه شركة المرعبين، الشركة المسؤولة عن صناعة الطاقة للمدينة كلها، وبيشوفوا الأبواب اللي بتودي لعالم البشر، وبنعرف إن الوحوش بتدخل لعالم البشر علشان تخوف الأولاد الصغيرين، وده علشان لما بيصرخوا بيخرجوا الطاقة اللي بتنور لهم العالم بتاعهم، وبينبهر مارد وزمايله لما بيشوفوا الوحوش الكبيرة المسؤولة عن تخويف البشر، وبيقول لهم واحد من الوحوش دي إنهم ممكن يتعلموا إزاي يخوفوا البشر لو دخلوا جامعة المرعبين، وبتستعد الوحوش علشان يدخلوا لعالم البشر، لكن مارد ما بيبقاش شايف حاجة لأنه صغير، وساعتها بيتسلل بيدخل ورا واحد من الوحوش لعالم البشر، وبيشوف الوحش وهو بيخوف طفلة صغيرة وبيخليها تصرخ، ولما مارد بيخرج بيبقى منبهر بسبب اللي شافه وبتطمن عليه الوحوش، وكمان الوحش اللي كان بيخوف البنت الصغيرة بيقوله ان هو هيبقى وحش مرعب لما يكبر وبيديله الطاقية بتاعته، وساعتها مارد بيقرر ان هو يبقى واحد من الوحوش المرعبة والمخيفة، وبتعدي الايام وبيكبر مارد وبيقدر ان هو ينضم لجامعة المرعبين زي ما كان بيحلم، وبيبقى مارد منبهر بالمكان وبشكل الوحوش كتيرة اللي بيشوفها، وهو بيستكشف المكان بيقابل اتنين من الوحوش بيعرفوا ان في مسابقة لألعاب التخويف، فبيفرح مارد جدا وبيقرر ان هو يشارك في المسابقة دي، بعد كده بيروح للأوضة بتاعته وبيقابل أندل شريكه في الأوضة، وبينبهر مارد لما بيعرف ان أندل بيقدر يختفي، وبينصحه ان هو يبقى يشيل النضارة علشان محدش يقدر يعرف مكانه، وبيبدأ أول يوم دراسة مارد وصديقه أندل وبيرحب بيهم الأستاذ المسؤول عنهم، وفجأة بتدخل هارد سكريبل مديرة الجامعة اللي بتبقى أكتر واحدة حطمت ارقام قياسيه في جامع طاقه الصراخ، وبتقول للطلاب ان التخويف هو المقياس الحقيقي للوحش، وان اي وحش مش مخيف ما يبقاش وحش، وان الاحسن ليه يخرج من الجامعه، وبتعرفهم ان في امتحان في نهايه السنه وان اللي هيفشل في الامتحان ده هيترفض، وبتسيبهم وبتمشي، وبيبدا الاستاذ المحاضره وبيسال الطلاب، وبيقدر مارد يجاوب على كل الاسئله، لكن بيقاطع كلام وحش مخيف اسمه شلبي سلوفان وبيطلب قلم من زميله، وبعد ما المحاضره بتخلص بيرجع مارد للاوضه بتاعته، وبالليل لما مارد بيبقى بيذاكر بيخش سلوفان والكلب بتاعه للاوضه بتاعت مارد، وده على اساس انها الاوضه بتاعته، وبيطلب من مارد يساعده علشان يجيب الكلب من تحت السرير، لكن الكلب بياخد الطاقيه بتاعت مارد وبيهرب من الشباك، فبيجري مارد وسلوفان وراه لحد لما بيوصلوا للحفله، وبعد مطارده طويله جدا مارد بيرمي كوره والكوره بتحرك باسكت، والباسكت ده بيمسك الكلب، وبياخد سلوفان الكلب من مارد وبيرجعه لفريق الاوميجا رول، اكتر فريق مشهور في المدرسه، وساعتها جوني زعيم الفريق بيطلب من سلوفان ينضم للفريق بتاعهم لانه وحش موهوب وكمان مخيف، ولما مارد بيطلب منهم ينضم للفريق لانه هو اللي مسك الكلب بيرفضه، وده علشان هو مش وحش مخيف، وجوني بيقول له ان هو ممكن ينضم لفريق الأزمة كابا لانهم لطاف ممتعين زيه، وبيتدخل سلوفان وبيقول لمارد ان شكله مش شكل الوحوش المخيفه وما ينفعش ينضم لاكتر فريق مخيف في الجامعه، فبيتضايق مارد جدا وبيقول له ان هو هيبقى وحش مخيف اكتر منه وبيسيبه وبيمشي، وبتعدي الايام ومارد بيذاكر وبيتدرب اكتر من اي وحش تاني، على عكس سلوفان اللي بيبقى مقضي حياته لعب وهزار مع فريق الاوميجا رول، وفي كل المحاضرات بيقدر مارد يجاوب على كل الاسئله وكمان بيتحسن في اداء التخويف، وطبعا سلوفان بيتضايق لان مستواه ما بيتطورش وبيفشل في معظم الاختبارات، وبيجي ميعاد الاختبار النهائي وساعتها جوني بياخد الجاكيت بتاع الفريق من سلوفان وبيقول له ان هو لازم ينجح في الاختبار ده ويتفوق على مارد علشان يقدر يرجع للفريق بتاعهم تاني، وبيشرح المدرس الطلاب الاختبار اللي بيبقى انهم هيخشوا الاوضه الطفل مزيفه ويخوفوا الطفل اللي موجود فيها، وبيعرفهم ان هارد سكرابل مديره الجامعه هتحضر الاختبار ده علشان تقرر مين فيهم هيفضل ومين هيطرد، وبيجي سلوفان وبيضايق مارد وبيقوله ان هو مش وحش مخيف واكيد هيفشل، فمارد بيتحداه وبيبداوا يخوفوا بعض، وبتتفرج عليهم هارد سكرابل وكل الطلاب، وبيقدر مارد يخوف سلوفان اللي بيتخبط في كتاب وبيوقع اسطوانه بتخرج كل الصراخ اللي فيها وبتتدمر، وساعتها هارد سكرابل بتتضايق لانهم دمروا الاسطوانه اللي فيها الرقم القياسي بتاعها، فبيحاول مارد وسلوفان يعتذروا لها عن اللي حصل لكنها بترفضهم من قسم التخويف وبتنقلهم لقسم صناعه الاسطوانات اللي بيبقى ممل جدا، وبيرجع مارد للاوضه بتاعته وهو متضايق بسبب اللي حصل لانه فقد حلمه، لكنه بيشوف المنشور بتاع مسابقه العاب التخويف وبيقرر ان هو يشارك في المسابقه دي، وفي المسابقه بنشوف هارد سكرابل مديره الجامعه اللي بترحب بكل المتسابقين وبتعرفهم انها اللي اسست المسابقه دي، وان اللي
هيكسب هيبقى اكتر وحش مخيف في الجامعة. وفجأة بيظهر مارد وبيقول لها ان هو لو فاز في المسابقة هيرجع لقسم التخويف تاني، لان اللي هيكسب في المسابقة هيبقى اكتر وحش مخيف في الجامعة زي ما هي قالت. فبتوافق هارد سكرابر على كلامه، بتقوله ان هو لو فاز هتدخل فريقه كله في قسم التخويف، لكن لو خسر هيطرد من الجامعة نهائيا. فبيوافق مارد وبيقرر ان هو ينضم لفريق الأزمة كابا، بس للأسف الفريق بيبقى ناقص شخص علشان يكمل، وإلا مش هيقدروا يشاركوا في المسابقة. وساعتها مارد بيطلب من أندل ينضم للفريق بتاعه، لكنه بيرفض لأنه بيبقى انضم لفريق الأوميجا رول. وقبل ما الوقت يخلص بيجي سلوفان وبيعرف مارد ان هو هينضم للفريق بتاعه ده علشان يرجع هو كمان لقسم التخويف. بعد كده بيروحوا البيت فريق الأزمة كابا، وهناك بيقابلوا دون الراجل العجوز، وكمان ري اللي بيبقى بدماغين، وسكوتش اللي بيبقى صاحب البيت، واخر واحد فيهم بيبقى ارت. وبيرحبوا بمارد وسلوفان وبيبقوا فرحانين جدا لانهم لو فازوا هينضموا لقسم التخويف، وبيودوهم للاوضه بتاعتهم اللي هما الاتنين هيعيشوا فيها. وتاني يوم الصبح بيصحى مارد وهو حاضن ايد سلوفان على اساس انها مخده. بعد كده بيروحوا المكان اول اختبار من المسابقه وبيشوفوا الفرق الخمسه اللي مشتركه معاهم، وطبعا من ضمن الفرق دي فريق الاوميجا رول اللي اندل بيبقى واحد منهم. وبيشرح لهم المذيع والمذيع ان الاختبار الاول هيبقى انهم هيعدوا من نفق مليان كرات مسممه زي اللي عند البشر، وبيعرفوهم ان اخر فريق هيوصل للناحيه الثانيه هيخسر وهيخرج من المسابقه. وبتبدا المسابقه وبيجري مارد وسلوفان وكمان كل الفرق، وبيتخطوا الكرات المضيئه اللي اي حد بيلمسها بيتسمم، وبيفضل مارد وسلوفان يجروا باقصى سرعه لحد لما بيوصلوا لنهايه السباق وبيبقوا المركز الثاني. لكن جوني بيقول لهم ان الفريق كله لازم أن يوصل لخط النهايه والا هيخسروا، وفعلا بيوصل باقي فريق الأزمة كابا لكنهم بيبقوا اخر فريق وساعتها بيخرجوا من المسابقه. وبتيجي هارد سكرابر علشان تطرد مارد من الجامعه، لكن فجاه المذيع بيعرفهم ان في فريق هيطرد لانهم استعملوا مرهم الحمايه، وبكده فريق الأزمة كابا اللي هو فريق مارد وسلوفان هيرجع للمسابقه. وتاني يوم الصبح مارد بيبدا يدرب الفريق علشان يتحسنوا، لكن سلوفان بيرفض يتدرب وبيقول لمارد ان هو موهوب بالفطره. وبيجي الاختبار التاني واللي بيبقى انهم ياخدوا العلم بتاعهم من غير ما مسؤولة المكتبة تشوفهم او تسمعهم، وبيخرج سلوفان من التشكيلة وبيطلع على السلم علشان يجيب العلم، لكنه بيقع وبيخرج صوت، وقبل ما مسؤولة المكتبة تمسكه وبيشتتها دون وكمان بيساعده ري. وبيقول المذيع ان القاعدة الوحيدة في المرحلة دي انهم ما يتمسكوش مهما حصل، لكن المسؤولة بتجري ورا فريق الأزمة كابة لحد لما بيخرجوا من المكتبة. وبيتضايق مارد جدا لانهم ما جابوش العلم وكمان خسروا في المسابقة، لكن سكوتش بيفاجئه بان هو قدر يجيب العلم، وبيفرحوا جدا لانهم بكده قدروا يتأهلوا للمرحلة اللي بعدها. وهم راجعين للبيت بيجي فريق تعابين وبيعزمهم على حفلة التعارف، فبيفرح مارد واصدقائه وبيقرروا يروحوا للحفلة، وهناك بيرحب بيهم كل اللي موجودين لانهم فريق مميز، وبيبدأوا كلهم يرقصوا سوا، وبيرقص سكوتش رقصة شد الحبل بطريقة مبهرة جدا وبيقدر يخلي سلوفان يرقص معاه. وبيجي فريق الأوميجا رول وبيرحب بكل الفرق اللي مشتركة معاهم في المسابقة، وبيقولوا لفريق الأزمة كابة انهم ألطف وحوش موجودة في الجامعة، لكن بيطلع ان ده فخ وبيكب عليهم بويا وبيتريقوا عليهم وبيصوروهم وبيضحك عليهم كل اللي في المكان. وتاني يوم الصبح بيكتشف مارد واصدقائه ان الصور منتشره في كل مكان في الجامعه وبيتريق عليهم كل الطلاب، وساعتها بيحزن فريق الأزمة وبيقرروا ان هما ينسحبوا من المسابقه، لكن مارد بيحاول يشجعهم وبيقول لهم انهم لازم يحاولوا مهما حصل، بس دون بيقول له انهم ممكن يتحسنوا لكن مش هيقدروا يتحولوا لوحوش مخيفه لان شكلهم مش كده خالص. وساعتها مارد بتجيله فكره علشان يشجعهم وبياخدهم لشركه المرعبين، وبيدخلوا من السور وبيطلعوا على السطح وبيشوفوا الوحوش الكبيره وهي بتدخل لعالم البشر علشان تخوف الاطفال، وبيقول لهم مارد ان مفيش اي حاجه مشتركه ما بين الوحوش دي لان كل واحد فيهم بيستخدم اختلافه علشان يحولوا الموهبه. فبيتاثر سلوفان وباقي الفريق وبيقرروا يرجعوا للمسابقه تاني، وفجاه بتوصل الشرطه وبتطاردهم، فبيجروا بسرعه وبيخرجوا من السور وبيركبوا مع والده سكوتش اللي بتاخدهم وبتهرب. بعد كده مارد بيبدا يدرب الفريق كله بما فيهم سلوفان، وبيجي الاختبار التالت اللي بيبقى انهم يخوفوا الاولاد الصغيرين ويستخبوا من المراهقين وبيقدروا انهم يبقوا المركز التاني، اما الاختبار الرابع بيبقى انهم يستخبوا من البشر ومحدش يعرف مكانهم وبيقدروا برضو انهم ياخدوا المركز التاني. وما بيبقاش في المسابقه غير فريق الأوميجا رول وفريق الأزمة كابا، وبيقول لهم المعلق ان الاختبار الجاي هيبقى الاختبار الاخير، وبيعرفهم ان الاختبار ده هيبقى انهم هيخشوا اوضه الاطفال المزيفه ويخوفوا الطفل اللي موجود فيها. وبيروح سلوفان لهارد سكراور مديرة الجامعة وبيقول لها ان مارد بيتمرن اكتر من اي حد واكيد هينجح في الاختبار، فبتقوله ان الاختبار الجاي هيثبت اذا كان مارد وحش مخيف او لطيف زي ما هي متأكدة، وبتسيبه وبتمشي. وبيرجع سلوفان ومارد
مارد للبيت وبيبدأ سلوفان يمرن مارد ازاي يبقى وحش مخيف، وبعد تمارين كتير جدا سلوفان بيبقى قلقان وخايف من الاختبار اللي جاي. وتاني يوم بتتجمع كل الوحوش في الملعب علشان يحضروا الاختبار الاخير، وبيشكر سلوفان وكل الفريق مارد لان هو السبب في وصولهم لهنا. وبيبدأ الاختبار وبيدخل دون للأوضة المزيفة وبيتسلل وبيقدر يخوف الطفل، وكمان بيتفوق على المنافس بتاعه من فريق الأوميجا رول. وبيبدأ كل واحد من فريق الأوميجا رول وكمان فريق الأزمة يدخل للأوضة المزيفة ويخوف الأطفال اللي فيها، لحد لما بيجي الدور على سلوفان والمنافس بتاعه بيبقى أندل. وبيدخل سلوفان الأوضة وبيرعب الطفل وكمان بيخوف أندل اللي بيقع على الأرض وما بيقدرش يخوف الطفل بطريقة كافية، وبتبقى النتيجة تعادل ما بين فريق الأزمة كابا وفريق الأوميجا رول. وبيجي الدور على مارد وجوني آخر اتنين من كل فريق، وبيروح سلوفان لمارد وبيشجعه وبيقول له ان هو ما يفكرش في اي حاجه غير ان هو يكون مرعب. وبيجري جوني وكمان مارد وبيخش كل واحد فيهم الاوضه المزيفه، وبيقدر جوني يخوف الطفل وبيجيب سكور عالي جدا من الصراخ، وبيتسلل مارد من غير ما الطفل يحس بيه وبيبدا يخوفه، وبمجرد ما بيصرخ بيخاف الطفل وبيجيب سكور اعلى من سكور جوني، وبكده بيفوز فريق الازمه على فريق الاوميجا رول. وبيفرح مارد جدا لانه قدر يثبت ان هو وحش مخيف، وكمان بياخدوا الكاس وبيحتفل بيهم كل اللي في الجامعه. وبعد ما الكل بيمشي بيروح مارد للاوضه المزيفه، وبمجرد ما بيخرج صوت بسيط بيتفاجئ ان هو بيجيب اعلى سكور، وساعتها بيفهم ان سلوفان هو اللي بوظ الاعدادات بتاعه الطفل المزيف. ولما بيساله هو عمل كده ليه بيقولوا ان هو عمل كده علشان يضمن انهم يكسبوا المسابقه. فبيحزن مارد جدا لان سلوفان مش واثق في قدرته على ان هو وحش مخيف، وبيقوله ان هو مخيف اكتر منه وهيثبت له ده، وبيسيبه وبيمشي، وبيسيب فريق الازمه الكاس لسلوفان بعد ما عرفوا اللي حصل. وبيتسلل مارد وبيدخل لمكان في باب بيودي العالم البشر، اما سلوفان بيبقى حزين بسبب اللي هو عمله وبيدي الكاس لفريق الاوميجا، وبيروح يقول لهارد سكرابر اللي حصل وان هو غشاش وان مارد واصدقائه مالهمش اي ذنب. وفجاه بيشتغل الانذار فبيفهم سلوفان ان مارد دخل لعالم البشر، وفعلا مارد بيدخل لعالم البشر وبيتسلل من غير ما يخرج صوت وبيحاول يخوف البنت الصغيره، لكنها ما بتتخضش ولا بتخاف وبتقول له ان شكله لطيف. فبيتصدم مارد وبيكتشف ان هو في مخيم للاطفال وكل البنات اللي موجودين بيشوفوا ان شكله لطيف مش مخيف ولا مرعب. في الوقت ده دون بيشتت المديره والشرطه علشان سلوفان يستغل الفرصه ويروح ينقذ مارد، وبيدخل سلوفان من الباب وبيروح لمارد لكنه ما بيلاقيش حد في المخيم، وبيشوف الشرطه وهي محاصره المكان وبتستجوب الاطفال. فبيخرج من المخيم وبيروح للغابه وبيفضل يدور على مارد لحد لما بيلاقي جنب النهر، فبيعتذر له وبيقول له ان هو السبب في اللي حصل، لكن مارد بيقول له ان كلامه كان صح وان هو مش وحش مخيف ولا حتى مميز زي ما كان فاهم. بس سلوفان بيشجعه وبيقول له ان هو اكيد مميز علشان علمه هو وفريق الازمه ازاي يبقوا وحوش مخيفه. وفجاه بتوصل الشرطه للغابه فبيجروا بسرعه وبيحاولوا يهربوا وبيرجعوا للمخيم تاني، ولما بيفتحوا الباب ما بيقدروش يرجعوا لعالم الوحوش، وده لان هارد سكرابر فصلت الطاقه عن الباب وكمان منعت اي حد يدخل للاوضه. وبتيجي فكره لمارد وبيقول لسلوفان انهم لو خلوا اي حد يصرخ هيولدوا طاقه وساعتها هيقدروا يفتحوا الباب ويرجعوا للعالم بتاعهم، بس سلوفان بيقول له ان ده مستحيل لان دول اشخاص كبار وصعب جدا انهم يخافوا. وساعتها مارد بيقول له ان هو يثق فيه واكيد هيقدروا يخوفوهم. وبتدخل الشرطه للمخيم وفجاه بيتقفل الباب وبيحسوا ان في حاجه بتتحرك، وبيسمعوا صوت خربشه على الارض والجدران، وكمان بيخافوا لما كل السراير بتتحرك وبتقع. وبنشوف مارد من وراهم وبيربط حبل وبيشد وبيوقعهم، وفجاه بيظهر سلوفان وبيصرخ بصوت عالي وبيرعب كل الشرطه اللي في المكان، وبيشتغل الباب وبيخرج طاقه، وبتنبهر هارد سكرابر وبتتصدم لما بتلاقي ان كل الاسطوانات اللي موجوده في الاوضه بتتملي وبتنفجر من كم الطاقه الكبير جدا. وبيخرج مارد وسلوفان من الباب اللي بينفجر على اخر لحظه، وبتروح لهم هارد سكرابر وهي مصدومه وبتقول لهم هم ازاي عملوا كده. فبيقول لها سلوفان ان مارد هو اللي خطط لكل حاجه. وبتوصل شرطه مكافحه الوحوش وبتسيطر على الوضع، وبيطرد مارد وسلوفان من الجامعه بسبب اللي حصل، لكن بتروح لهم هارد سكرابر وبتقول لهم انهم ابهروها باللي عملوه، وبتعرفهم انهم على الصفحه الاولى من الجرنان وبتتمنى ليهم حظ كويس وبتمشي. وبيودع مارد صديقه سلوفان وبيركب الاتوبيس علشان يمشي، بس سلوفان بيروح وراه وبيطلب منه ينزل بسرعه وبيقول له ان هما الاثنين بيكملوا بعض ولو فضلوا سوا هيقدروا يحققوا كل اللي بيحلموا بيه. وساعتها مارد بيوري له اعلان طلب موظفين في بريد شركه المرعبين، وبيشتغلوا في البريد ويفضلوا يترقوا من البريد لعمال نظافه لعمال مطعم، لحد لما بيحققوا حلمهم وبيتعينوا موظفين في قسم المرعبين، وبيبقى مارد المدرب المسؤول عن سلوفان. وبنشوف مدير شركه المرعبين الاستاذ ابو عنكبوت وهو بيدرب
الوحوش الجديدة علشان يقدروا يخوفوا الأطفال، وبيقول لهم إنهم بيستخدموا طاقة الصراخ علشان يقدروا يعيشوا، وبيعرفهم إن ممكن تحصل كارثة لو سابوا باب الأوضة مفتوح، وده علشان لو طفل خرج من عالم البشر وجي عالم الوحوش أكيد هيدمره لأن البشر مسممين جدا. وبنروح لمارد وهو بيصحي سلوفان من النوم علشان يروح الشغل بتاعهم في شركة المرعبين، وبيبدأ مارد يدرب سلوفان علشان يقدر يخوف الأطفال. وبينبهر مارد لما بيشوف نفسه في إعلان شركة المرعبين مع إن وشه ما بيبقاش باين. بعد كده بيخرجوا من البيت وبيروحوا لشركة المرعبين وبيرحب بيهم كل الموظفين، وده لأنهم أكتر اتنين حطموا أرقام قياسية في جمع طاقة الصراخ. ومارد بيقابل سالي اللي هو بيبقى معجب بيها وبيعزمها على العشاء علشان النهارده عيد ميلادها. بعد كده بيروح للسكرتيرة اللي اسمها روز اللي بتزعقله لأنه ما سلمهاش تقارير الشغل، وبتعرفه إن هو لازم يسلم التقارير دي النهارده قبل ما يمشي، فبيسيبها مارد وبيروح لقسم التخويف. وبنشوف الوحوش وهي بتجهز الأبواب علشان يبدأوا يخوفوا الأطفال، وبيوصل سلوفان وكل الوحوش المخيفة واللي بيبقى من ضمنهم أندل اللي قدر هو كمان يشتغل في شركة المرعبين. وبتخش الوحوش من الأبواب وبيبدأ كل واحد فيهم يخوف الطفل بطريقة مختلفة عن التاني، وبنعرف إن أندل وسلوفان بينافسوا بعض علشان يحطموا الأرقام القياسية، وطبعا سلوفان بيقدر يتفوق على أندل بمساعدة مارد. وفجأة شرطة مكافحة الأطفال بتقتحم الشركة وبتسيطر على المكان، وكل ده علشان واحد من الوحوش خرج من عالم البشر وعليه شراب، وبياخدوا الشراب وبيتعاملوا معاه على اساس ان هو فيروس خطير جدا وبيحرقوه. وبيتضايق مدير الشركه الاستاذ ابو عنكبوت بسبب اللي حصل، وبيقول لسلوفان ان عيلته كانت مسؤوله عن الشركه دي لوقت طويل جدا وان هو ممكن يعمل اي حاجه علشان يحافظ عليها، وبيطلب من سلوفان يساعده علشان يعلم المرعبين الجداد ازاي يخوفوا الاطفال، فبيوافق سلوفان وبيقرر يعلمهم ازاي يبقوا مرعبين. بعد كده بيخلص اليوم وبتمشي الوحوش من قسم التخويف، وقبل ما مارد يمشي هو وسلوفان بتقابلهم روز وبتسأل مارد عن التقارير بتاعه الشغل، فمارد بيطلب من سلوفان يجيب التقارير من على المكتب ويديها الروز علشان هو لازم يقابل سالي دلوقتي. وفعلا بيروح سلوفان لقسم التخويف وبياخد التقارير، لكنه بيلاحظ وجود باب لسه موجود في مكانه، فبيفتحه علشان يتأكد اذا كان في اي مرعبين. ولما بيقفل الباب بيتفاجئ ان في بنت صغيره خرجت منه، والبنت دي ما بتبقاش خايفه من سلوفان وبتحاول تلعب معاه، وطبعا سلوفان بيبقى خايف ومرعوب منها، وبياخدها وبيرجعها للاوضه وبيسيبها وبيخرج وبيروح للحمام علشان يتخلص من الالعاب بتاعتها، لكن بيتفاجئ انها كانت متعلقه في ظهره، فبيحطها في شنطه وبياخدها علشان يرجعها للباب تاني. وقبل ما يفتح الباب اندل بيخرج منه وبيستغرب ان الطفله مش موجوده وبيرجع الباب لمكانه، وطبعا سلوفان بيبقى مستخبي تحت المكتب علشان اندل ما يشوفهوش. وبياخد الشنطه اللي فيها الطفله وبيروح لمارد اللي بيبقى عازم سالي على العشاء، وبيحكي له اللي حصل وبيعرفه ان في طفله خرجت من الباب، وهما بيتكلموا الطفله بتخرج من الشنطه وبتخوف كل الوحوش اللي بتترعب منها، بس مارد بيقدر يحبسها في كرتونه وبياخدها هو وسلوفان وبيهربوا. وبتوصل قوه مكافحه الاطفال اللي بتحاصر المكان وبتقبض على كل الوحوش بما فيهم سالي، وبيرجع مارد وسلوفان للبيت وبيبقوا مرعوبين من الطفله اللي بتجري في كل مكان. ولما مارد بياخد منها الدبدوب بتعيط وبتولد طاقه بتنور البيت كله، فبيحاول هو وسلوفان يسكتوها علشان محدش يسمعهم، بس مارد بيتزحلق وبيدخل في باسكت، وساعتها الطفله بتضحك وبتولد طاقه بتنور كل البيوت وكمان بتتقطع الكهرباء من كم الطاقه الكبير، فبيستغرب مارد وسلوفان من اللي حصل وبيفكروا ازاي يتخلصوا منها. وبياخد سلوفان الطفله للاوضه علشان ينيمها، وساعتها بيفهم ان البشر مش خطر زي ما هم فاهمين، وبيروح يقول لمارد انهم ممكن يرجعوها لمكانها وساعتها محدش هيعرف انهم السبب في اللي حصل. وتاني يوم الصبح بيلبسوا البنت زي الوحوش الصغيره وبيروحوا لشركه المرعبين، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا ان شرطه مكافحه الاطفال في كل مكان وبيستجوب العمال عن اللي حصل، وبيقابلهم مدير الشركه وبيطلب من سلوفان انهم يتقابلوا بعد الغداء علشان يعلم المرعبين الجداد ازاي يخوفوا الاطفال. وبيروح مارد لروز السكرتيره وبيطلب منها تديله شفره الباب بتاع اندل اللي كان بيستخدمه امبارح، لكن روز بترفض لانه ما سلمهاش التقارير بتاعه الشغل، فبيرجع لسلوفان وبيستخبوا في الحمام لما بيسمع صوت اندل جاي عليهم، وبيقول اندل للمساعد بتاعه ان هو ما نامش من امبارح لانه كان بيدور على الطفله في كل مكان، وبيطلب منه يجهز جهاز الصراخ وهو هيتصرف وهيجيب الطفله. وطبعا مارد وسلوفان بيبقوا سامعين كل الكلام ده وبيستغربوا ايه هو جهاز الصراخ، وبيروحوا لقسم المرعبين علشان يرجعوا الطفله، وبيسرق مارد شفره وبيستخدمها علشان يفتح الباب، بس سلوفان بيقول له ان الباب ده مش بتاع بو، ده الاسم اللي هو سماه لها، وبيعرف مارد ان الباب بتاع بو اللي هي الطفله كان ابيض ومرسوم عليه زهور، فمارد بيقول له انهم لازم يتخلصوا
يخلصوا من الطفل او يرجعوها لعالم البشر والا هيطردوا من الشغل، لكن سلوفان بيرفض يدخلها الباب ده لانه خايف عليها. وبيقابلهم اندل وبيسال سلوفان اذا كان يعرف اي حاجه عن البنت اللي ظهرت امبارح في المدينه، بس مارد بيقطع كلامه وبيقول له ان هم ما يعرفوش اي حاجه عنها وبيسيبوه وبيمشوا. وبالصدفه اندل بيشوف صوره في الجورنال موجود فيها البنت ومعاها مارد، فبيفهم ان البنت موجوده معاهم وبيروح لمارد وبيضربه وبيقول له انهم لازم يرجعوا الطفله لعالم البشر، وبيتفق معاه ان بعد الشغل يجيب الطفله لقسم المرعبين وهناك هيلاقي الباب بتاعها في مكانه. في الوقت ده سلوفان بيجروا ورا بول اللي بتهرب منه وبتستخبى جوه الباسكت، وبيجي عمال النظافه وبياخدوا الباسكت وبيتخلصوا منه، وبيروح سلوفان وراها علشان ينقذها قبل ما تتقطع، لكنها بتبقى دخلت في اعاده التدوير وبتتفرم وبتتقطع وبتتحول لمكعب. وبيحزن سلوفان جدا وبيعيط بسبب اللي حصل لها، بس في الحقيقه البنت بتبقى خرجت من الباسكت وراحت للوحوش الصغيره علشان تلعب معاهم. اما مارد بيبقى بيدور على سلوفان وبيلاقي حزين جدا لانه فاهم ان البنت ماتت، لكن فجاه بيشوف البنت مع الوحوش الصغيره فبيجري عليها سلوفان وبيحضنها، وبيجي واحد من الوحوش الصغيره وبيعض مارد فبتضحك البنت وبتولد طاقه كبيره جدا، وساعتها مارد وسلوفان بيفهموا ان الضحك بيولد طاقه اكبر بكتير من طاقه الصراخ، وبياخدوها وبيروحوا لقسم التخويف وبيلاقوا الباب بتاع ابوه هناك زي ما اندل قال لمارد. بس سلوفان بيبقى حاسس ان اندل بيخدعهم علشان يخطف بوه، وبمجرد ما مارد بيدخل للاوضه اندل بيخطفه وبيخبيه على اساس ان هو البنت، وبيستخبى سلوفان ومعاه بوه تحت المكتب علشان اندل ما يشوفهمش، وبيفضل سلوفان ماشي ورا اندل لحد لما بيختفي من قدامه، وساعتها بوه بيتحرك حاجه بتفتح باب سري، ولما بيدخلوا من الباب ده بيشوفوا اندل وهو بيقول للمساعد بتاعه ان هو جاب البنت، وبمجرد ما اندل بيفتح الصندوق بيتفاجئ ان هو خطف مارد مش البنت، وبيربطه في الكرسي وبيقول له ان هو هيغير عالم الوحوش للاحسن بالجهاز اللي هو اخترعه، وبيعرفه ان الجهاز ده بيقدر يستخرج الصراخ من الاطفال، وبيشغله علشان يجربوا على مارد، وقبل ما يوصل له الجهاز بيقف، فبيروح اندل علشان يشوف ايه اللي حصل، وبيتفاجئ لما بيلاقي ان الكهرباء مفصوله عن الجهاز. في الوقت ده سلوفان بيخطف المساعد بتاع اندل، ولما اندل بيرجع بيلاقي ان الجهاز شغال وبيسحب الصراخ من المساعد بتاعه، وبيجري سلوفان ومارد وبيروحوا لابو عنكبوت علشان يحكوا له اللي حصل، بس ابو عنكبوت مدير الشركه بيقاطعهم وبيدخل سلوفان للاوضه المزيفه علشان يعلم الوحوش ازاي يخوفوا الاطفال، ولما بوه بتشوف سلوفان وهو بيخوف الطفل المزيف بتخاف منه وبتعيط. وبعد ما كل الوحوش بتمشي مارد بيروح لابو عنكبوت وبيحكي له كل اللي حصل، وبيعرفه ان اندل بيخطف الاطفال من عالم البشر وبيستخدم عليهم جهاز شفط الصراخ، فابو عنكبوت بياخد الطفله اللي بتبقى خايفه من سلوفان وبيروحوا علشان يرجعوها لمكانها، بس مارد وسلوفان بيتفاجئوا لما ابو عنكبوت بيجيب لهم باب شكله غريب، وفجاه بيظهر اندل وبيزقهم في الباب اللي بينقلهم لجبال الهيمالايا اللي في عالم البشر، وبيزعق مارد لسلوفان وبيلومه لانه السبب في اللي حصل علشان هو حذره من ابو عنكبوت، لكن سلوفان ما بيهتمش بكلامه لانه بيبقى خايف على ابوه، وبيقعوا من على الجبل وهم بيتخانقوا وبيقابلهم وحش اسمه منفي وبياخدهم للكهف بتاعه، وبيتكلم معاهم وبيقول لهم ان هو كان شغال في شركه المرعبين لكن ابو عنكبوت نفاه، وبالصدفه بيعرفهم ان في قريه للبشر موجوده تحت الجبل، فبيقرر سلوفان ان هو يروح لهناك علشان يرجع لعالم الوحوش وينقذ بوه، بس مارد بيتخانق معاه وبيقول له ان الطفله دي السبب في ان هم منفيين دلوقتي وبيرفض يرجع معاه، ومع ذلك سلوفان بيركب الزلاجه اللي هو صنعها وبيسيب مارد لوحده وبيمشي، وبينزل من على الجبل بسرعه كبيره جدا لحد لما بيوصل لقريه البشر وبيرجع تاني لعالم الوحوش. في الوقت ده اندل بيربط الطفله في الكرسي علشان يستخدم عليها جهاز شفط الصراخ، وقبل ما الجهاز يوصل لبو بيجي سلوفان وبيدمر الجهاز وبيرميه على اندل وابو عنكبوت، وبياخد الطفله وشفره الباب بتاعها وبيجري، لكن اندل بيروح وراه وبيضرب سلوفان اللي ما بيقدرش يدافع عن نفسه لانه مش شايف اندل، وبيوصل مارد وبيعتذر لسلوفان لانه ما جاش معاه علشان ينقذ بوه، وهو بيرمي عليه كوره ثلجيه بتيجي في اندل، وساعتها سلوفان بيشوف اندل وبيضربه، وبياخد مارد والطفله وبيروح لقسم التخويف وبيستخدم الشفره وبيجيب الباب بتاع بوه، وقبل ما الباب يوصل بيشوفوا اندل وهو جاي عليهم فبيمسكوا في باب تاني وبيروح ورا الباب بتاع بوه، وبيروح وراهم اندل وبيدخلوا للمخزن اللي بيبقى فيه ابواب كتير جدا، وبيطلب سلوفان من مارد يخلي بوه تضحك علشان يهربوا من اندل اللي بيحاصرهم، وفعلا مارد بيقدر يضحك بوه اللي بتخرج طاقه كبيره جدا بتشغل كل الابواب اللي في المخزن، وبيدخلوا من الباب وبيروحوا لعالم البشر وبيخرجوا من باب تاني، وبيدخلوا كمان باب بيوديهم لباريس، وطبعا اندل بيروح وراهم وبيقدر يخطف
بيخاطبوه، لكن سلوفان بيفتح الباب وبيدخل للأوضة وبيدور على أندل اللي بيظهر فجأة وبيضربه. وقبل ما سلوفان يقع من الباب، بو بتهاجم أندل وبتقدر تضربه، وبيجي سلوفان وبيمسك أندل وبيضربه هو كمان وبيحذفه جوه باب وبيدمر الباب هو ومارد علشان أندل ما يقدرش يرجع لعالم الوحوش. بعد كده بيروحوا للباب بتاع بو، وقبل ما شغلوا الباب بيتحرك من مكانه وبيرجع لقسم التخويف، فبيفهموا إن أبو عنكبوت بلغ شرطة مكافحة الأطفال علشان تقبض عليهم. وبمجرد ما الباب بيوصل، مارد بياخد بو وبيجري، فبتجري وراه قوة مكافحة الأطفال. لكن في الحقيقة بو بتبقى لسه مع سلوفان اللي بياخدها هي والباب بتاعها وبيجري، بس أبو عنكبوت بيشوفه وبيجري وراه لحد لما بيوصلوا للأوضة المزيفة، وبيركب سلوفان الباب بتاع بو وبيشغله وبيرجعها للأوضة بتاعتها تاني. فبيدخل أبو عنكبوت وراه وبيطلب من سلوفان إن هو يسلمه الطفلة، وبيقول له إن هو ممكن يخطف 1000 طفلة ولأن شركته تنهار، وبيضرب سلوفان. ولما بيجي ياخد البنت بيكتشف إن هو كان في الغرفة المزيفة، وبيبقى مارد وقوة مكافحة الأطفال شافوا كل اللي حصل وكمان صوروه فيديو، وبيتقبض على أبو عنكبوت بسبب اللي عمله. وبيتفاجئ سلوفان ومارد لما بيعرفوا إن زعيمة قوة مكافحة الأطفال هي روز السكرتيرة، وبتهنيهم لأنهم أنقذوا العالم، وبيودع مارد بول بتحضنه وبتدخل للأوضة بتاعتها، وبيدخل سلوفان وراها وبينيمها في سريرها وبيحضنها وبيودعها وبيسيبها وبيخرج. ولما بو بتحاول تفتح الباب ما بتقدرش ترجع لعالم الوحوش، وده لأن الباب بتاعها اتفرم وتحول لأجزاء صغيرة جدا، وبياخد سلوفان أكبر جزء فضل منه. وبتعدي الأيام وبنشوف مارد وهو داخل لأوضة الطفل وبيضحكه وبيخرج من الباب وهو مبسوط، وبنعرف إن الوحوش بقت بتضحك الأطفال لأن طاقة الضحك أكبر بكتير من طاقة الصراخ. وبيروح مارد لسلوفان وبيقول له إن هو عامل له مفاجأة، وبياخده وبيوري له الباب بتاع أبوه، وبيقول له إن هو أخد وقت كتير جدا علشان يعرف يجمعه، وبيعرفه إن فاضل القطع اللي لسه موجودة معاه علشان الباب يشتغل. فبيحط سلوفان القطعة الأخيرة في مكانها وبيشتغل الباب تاني، وبيدخل علشان يشوف بوه. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية، وكمان تخش تشوف الفيديوهات اللي فاتت. سلام.